مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم في هذا النقل المباشر لمباراة نادي الافريقي وضيفه الإطار الجولة السابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هنا في ملعب حمادي العقربي برادس مدرجاته تكتسي حل أنيقة جماهير الأحمر والأبيض دخل على أهداء لفلسطين الحبيبة على أفريقيا الشعبية روح المقاومة الفلسطينية. هذا كانت شعار دخلت اليوم مباراة النادي الافريقي في المدرجات كل الجماهير تقريبا باللون الاسود على الا نصر الله قريبا. هذه كانت اللوحة الفنية في مدرجات الافريقي قبل دقيقة ولا لحظات من انطلاقة المباراة. هنا دقيقة صمت على ارواح شهداء غزة رحم الله، شهداء غزة رحم الله ارواح الشهداء الابرياء.